بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة بالتأكيد حلقة فيها كواليس وتفاصيل وموضوعات مهمة جدا. النهاردة عندنا تفاصيل في ملفات كتيرة وملفات مهمة، وبالطبع امبارح الأهلي كانت انطلاقة البطولة الإفريقية ودور المجموعات والفوز على استاد أبيجان بأربعة أهداف مقابل هدفين. صحيح الثلاث نقاط مهمة جدا والبداية والانتصار مهم جدا، ولكن في نفس الوقت أكيد الجهاز الفني عنده تفاصيل هيشتغل عليها الفترة الجاية، عشان ما ينفعش تلعب في القاهرة بالتأكيد ويدخل مرماك هدفين، عشان المراحل اللي جاية والمواجهات القادمة أكيد هتبقى أصعب وأقوى بكتير من مرحلة الجولة الأولى في دور المجموعات. حلقة جديدة مليانة أخبار وحصريات وموضوعات مهمة، وزي ما بأكد لحضراتكم النهاردة هيكون عندنا في التوب نيوز خبر مهم جدا يهم كل الأندية المصرية فقط وحصريا في برنامج الترند على شاشة قناة الأهلي. هتسمعوه لأول مرة في ملف خطير جدا أكيد بيعمل أزمة لمعظم الأندية المصرية، بيبقى عندها مشاكل سواء في الانتقالات أو مع اللاعبين أو مع المدربين. النهاردة جايبين خبر من الاتحاد الدولي فيفا، هتسمعوه لأول مرة على الشاشات المصرية وعلى البرامج الرياضية. النهاردة هتسمعوه من خلال برنامج الترند. لكن قبل ما ادخل في اي تفاصيل، يمكن طبعا في ال 48 ساعه اللي فاتت كل جماهير الكره المصريه عرفت طبعا ان الكابتن محمود الخطيب تعرض لوعكه صحيه واصيب بدور برد، لكن عايز اطمن حضراتكم ان باذن الله قريب جدا هيكون موجود في النادي يمارس عمله ومهام شغله باذن الله مع النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون جاهز كمان للسفر الى الولايات المتحده الامريكيه لحضور القرعه التاريخيه، مراسم قرعه مونديال الانديه في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هتكون بإذن الله في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا يوم 5 ديسمبر الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. بطمن حضراتكم إن شاء الله الكابتن الخطيب يعني قريب جدا هيكون في النادي، تطمنوا عليه. تعرفين بس تغيير الأجواء الفترة الحالية، داخلين في موجة برد شديدة شوية، فيمكن تعرض لدور برد، لكن إن شاء الله بإذن الله نطمن عليه قريب جدا ونشوفه دايما في الاجتماعات ومع الفريق و كل الجلسات اللي بتبقى موجودة في التدريب أو حتى في البعثات الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة. ألف مليون سلام عليك يا كابتن، وإن شاء الله بإذن الله نسعد بوجودك دايما في النادي الأهلي وفي كل الإيفنتات اللي بالتأكيد بتشرف فيها الرياضة المصرية والكرة المصرية والنادي الأهلي بشكل خاص. طيب أروح بقى لمرحلة فريق كورة، وامبارح كان فوز مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم، ثلاث نقاط غالية، لأن لازم ضربة البداية وأنت المباراة على أرضك تكسب، وكسبت وحققت ثلاث نقاط، وكانت ممكن كمان المباراة تكون فيها هاي سكور اعلى من الرباعية نتيجة طبعا الاخطاء التحكيمية اللي كانت موجودة. طاقم تحكيمي ما كانش على مستوى وقدر دور المجموعات في دوري الابطال بالمقارنة مباريات اخرى، وده قلته قبل كده. الفترة الجاية هتشوفوا حكام بيجوا لمباريات الاهلي مش على نفس القدر والمستوى بالمقارنة مباريات تانية في نفس المجموعات لدوري الابطال، بيروحوا لها حكام من الصفو او البروفيشنال، ولكن الفوز مهم، الرباعية مهمة، و هدفي كهربا أنا شايفهم مهمين جدا في المرحلة الحالية. أولا في إعداد نفسي وتأهيل لاعب مهم جدا في صفوف النادي الأهلي. طبعا كهربا هدفين، قفشة هدف، وحسين الشحات هدف، لكن الكريمة بتاعت مباراة امبارح هو محمد مجدي قفش. تحركاته، الكرات البينية، التمريرات المتميزة، حركته في كل حتة في الملعب. قفشة امبارح الحمد لله يمكن ظهر بشكل كويس جدا، ويبدو كده أن قفشة تألقه و يعني ظهوره بالشكل اللافت للنظر في البطولات الافريقيه بيكون موعود دايما في شهر نوفمبر. عايز تتفرج على قفشه في افريقيا تتفرج عليه في شهر نوفمبر، لان بالتاكيد قفشه النهارده كمان هنتكلم عليه كذكرى مباراه نهائي القرن. لكن عموما النهارده مارسيل كولر فضل ان يدي الفريق جلسه للاجتماع والتحضير للفتره اللي جايه، والنهارده كمان ما كانش فيه تدريب بالمعنى المفهوم لمعظم اللاعبين، لان امبارح كانت فيه مباراه، اتعمل جلسه استشفائيه كده لبعض اللاعبين اللي شاركوا في مباراه امبارح، وتدريبه وتقسيمه للمجموعه اللي ما شاركتش في مباراه امبارح للتحضير للفتره اللي جايه. انت عندك يوم الاحد اللي جاي مباراه مهمه جدا مع البنك الاهلي في الدوري، بعدها عندك سفر الى جوهانسبرج، هتلعب في استاد جوهانسبرج في ملعب اورلاندو بايرتس يوم السبت 7/12 الساعه 3 العصر. فبالتالي ده البرنامج اللي وضعه الجهاز الفني للمرحلة اللي جاية. مباراة امبارح أكيد طبعا الناس كلها زعلانة، واليافطة دي كانت جميلة جدا، بداية رحلة العالمية في أدغال القارة الإفريقية نحو الثلاثية التاريخية. اللافتة كانت مهمة جدا من جماهير النادي الأهلي، وطبعا الكل بيتكلم على فكرة أنت كسبت 12 دوري أبطال إفريقيا، بس ما فيش في مرة عملت الثلاثية التاريخية، يعني كسبت البطولة ثلاث مرات متتالية. يعني في 2005 2006 كسبتها، خسرتها في 2007 بفعل فاعل الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون. 2012 13 كسبتها، خرجت للاسف في 2014.
2020 21 كسبتها، جت الموقعة الشهيرة والجواب اللي فضل مستخبي في الدرج في اتحاد الكورة، والماتش نهائي 22 ما تلعبش للأسف طبقا للوائح الكاف في أرض محايدة. وللأسف في المباراة أقيمت في المغرب وأكيد فقدت كل الفير بلاي شعار الفيفا، والأهلي خسر الثلاثية التاريخية في بداية هذه الفترة. وبالتالي عندك فرصة بعد ما كسبت 23 وكسبت 24 إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا في 25 ويكون تتويج مهم جدا لدوري أبطال إفريقيا. الكلام الناس كلها بتتكلم على فكرة نكسب 4 نكسب 5 كويس، بس ما ينفعش يدخل الأهلي يدخل في مرمى الأهلي هدفين في القاهرة، فلسه عندك مباريات بره. وبعدين كمان النقطة التانية، أنت جاي من فترة كلين شيت من البطولة اللي فاتت، لعب أكتر من حوالي 12 14 مباراة ما دخلش مرماك ولا هدف، فكان فكرة أنك تحتفظ بالأرقام القياسية وتعدي ل 22 أو 23 مباراة في دوري الأبطال أو في المسابقات الإفريقية كلين شيت، ده كان هيبقى رقم مهم جدا. ولكن للأسف دخل امبارح هدفين، ولكن عموما برضو الأهلي لسه محافظ على رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية وعدم الخسارة في دوري الأبطال منذ آخر خسارة كانت أمام سان داونز في العام قبل الماضي. فنتمنى يا رب بإذن الله النادي الأهلي يقدر يستمر على هذه الأرقام القياسية في العام الحالي. طيب عايز أؤكد كمان على نقطة مهمة جدا، فكرة أن ذكرى مباراة القرن وفوز الأهلي على الزمالك في نهائي 2020 بهدف القضية لمحمد مجدي قفشة النهاردة 27 نوفمبر، النهاردة الذكرى التاريخية الرابعة، 4 سنين جريوا بسرعة. وعلى فكرة القصة مش في مسألة تحفيل، تاريخ الأهلي كبير، هو الأهلي ما عندوش بطولتين ولا بطولة عشان يحفل على بطولة فرحان بيها وبيتكلم عليها، لا 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 لا، الموضوع أعمق من كده. والفكرة في هدف القضية، قضية على حاجات كتيرة كانت بتمس النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، ده المعنى ده المغزى. فكرة القضية كانت قضية لكل واحد أساء وتحدث بالسلب عن رموز الأهلي ورئيس الأهلي ومنظومة الأهلي ولاعب وجهاز الفني للنادي الأهلي وجمهور الأهلي كذلك. ليه؟ على قد التعب وقدر التعب والظروف اللي انت عشتها عشان توصل لنهائي القرن 2020 مع نادي الزمالك، على قد ما النتيجة والمجهود اللي انت حققته ربنا كان بيكرمك بالبطولة دي. اوعوا الناس تفتكر ان الفوز بالبطولات نتيجة الجهد في الملعب بس، لا، الكرة مش ملعب و11 قصاد 11، في تفاصيل وفي كواليس وفي شغل كتير بره الملعب، نيتك شغلك اجتهادك، بتفكر في نفسك ما بتشغلش نفسك بغيرك، عايز تسعد جمهورك، دي عوامل كتيرة كانت بتساهم بنسبة كبيرة الأهلي يكسب البطولة. مش الملعب بس، هو في ظرف صعب أكتر من فكرة إن المدير الفني اللي ماشي طوال مشوار البطولة بحقق إنجاز كبير جدا يمشي قبل الماتش بتاع السيمي فاينال مع الوداد ب 15 يوم أو 10 أيام. أي سيناريو ده؟ أي تحدي ده؟ عشان تيجي في وقتها تختار مدرب قدر في توقيت صعب جدا يأكد اختيارك كان اختيار سليم، رغم إن الغالبية العظمى كانت مندهشة، كانت مستغربة، مدرب إفريقي هيدرب الأهلي ما حصلتش وإزاي؟ بس نجحت التجربة ونجحت الفكرة. ليه؟ لأن الناس بتفكر بهدف النادي مش بهدف شخصي، بتفكر إزاي تحافظ على المنظومة في التوقيت السليم وفي الاختيار الصحيح، عشان كده نجحت إنك تكسب هذا اللقاء. كمان في حاجة تانية، لقب القضية ليه كان ليه ذكرى خاصة عند جمهور النادي الأهلي ويفضل ذكرى لخمسين سنة ومئة سنة قدام. مش فكرة إنك كسبت بطولة إفريقيا بعد 7 سنوات عجاف من 2013 ل 2020 ما بتكسبش، لا 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 لا، في ناس كانت بتراهن على التاريخ، في ناس كانت بتراهن الأهلي على لقب نادي القرن، عشان كده سموا المباراة دي مباراة القرن. وعلى فكرة كمان في المسابقات القارية ما بتتكررش كتير فكرة إن ناديين من بلد واحدة يلعبوا نهائي مسابقة قارية، لما بتتحقق المباراة دي أو لما بتحصل المباراة دي وظروفها بتهيئك إنك تلعب مباراة مع الغريم التقليدي سواء في أفريقيا أو في آسيا أو حتى في أوروبا أو في الكوبا ليبرتادوريس يعني أو الكونكا كاف، بتبقى مباراة تاريخية لأن أنت بتلعب مع المنافس التقليدي على بطولة قارية مش على بطولة محلية. ما المحلي أنت كل سنة بتقابله مرتين ثلاثة، لكن القارية ممكن تحصل كل قد إيه؟ 20 سنة 30 سنة. فالمباراة دي تحديدا كان بيتراهن فيها على تاريخك أنت مش تاريخ المنافس، كده كده تاريخ المنافس بعيد عنك، بس كان بيتراهن على تاريخك انت.
والاهلي قبل التحدي وكسب البطوله. عشان كده قضيه كان ليها محاور ومعاني كتيره، قضت على شخصيات كانت بتحاول تمس الاهلي وجمهور الاهلي ورموز الاهلي، قضت على فكره مظلوميه نادي القرن، قضت على فكره ان النادي الاهلي بيكسب بجهده وعرقه في الملعب. حاجات كتيره قوي وتاريخ كبير جدا، وانتوا اكيد متابعين على مدار الاسبوع في حلقات برنامج الكابتن شوبير حارس الاهلي الذكرى التاريخيه على مدار اسبوع كامل بلقاءات وتصريحات وحوارات مع ابرز النجوم. والنهارده في مفاجاه من العيار الثقيل، انتظروها وتابعوها على شاشه قناه الاهلي. مشوار التاسعه التاريخيه وذكرى القضيه ستظل مستمره وخالده في اذهان كل الاجيال. اكيد مشوار التاسعه مشوار تاريخي وفي ذكريات واحداث كبيره جدا، وانا عشت الاحداث دي في فتره الكورونا واكيد كلام كبير جدا. لكن خلونا دلوقتي في الحاضر والمستقبل كمان. النهارده هينورني في الفقره الحواريه واحد من نجوم النادي الاهلي اللي اكيد برضو كان ليهم دور كبير جدا في مشوار الاهلي الافريقي في السنوات الماضيه. استضفنا في فتره من الفترات عفروتو احمد شكري، بنكمل سلسله هذا الجيل اللي طلع في توقيت صعب جدا. النهارده هينورنا ويشرفنا المدفعجي. ادي واحده يا شهاب. النهارده معانا شهاب الدين احمد، نجم خط وسط النادي الاهلي واللي بالتاكيد كان ليه صولات وجولات مع النادي الاهلي. فرصه نلتقي بيه، نطمن عليه، نشوف مشواره التدريبي دلوقتي بيفكر ازاي في مشواره الفتره اللي جايه، ونسترجع الذكريات ونتكلم على مشوار الاهلي الافريقي كمان في الفتره الحاليه. عموما دي كانت مقدمه مهمه جدا. نروح دلوقتي لسؤال حلقه النهارده، واللي بالتاكيد بطلب من حضراتكم تشاركونا في الاجابه والسؤال اللي طرحناه النهارده من خلال صفحات السوشيال ميديا. عايز حضراتكم تختاروا معانا الهدف الاجمل في ربعيه الاهلي في استاد ابيجان. عندك جونين لكهربا، عندك جون قفشه، عندك جون حسين الشحات، اختار من وجهه نظرك الهدف الاجمل من خلال تعليقاتكم على صفحات القناه عبر السوشيال ميديا. وفي الجزء الاخير باذن الله هستعرض اكبر قدر من يعني توقعاتكم او اختياركم للهدف الاجمل من ضمن الاهداف اللي احرزت بالامس في استاد ابيجان في دوري ابطال افريقيا. لكن نبدا دلوقتي باهم العناوين. البدايه في ترند الاهلي، الاهلي يغلق الملف الافريقي ويستعد للبنك الاهلي. كمان كولر يجتمع بالجهاز المعاون للاستعداد للمنافسات المحليه والقاريه. وفي الترند العالمي، فرانكفورت يوافق على رحيل مرموش للعرض المالي الاكبر. استعرض مباريات اليوم النهارده مباريات قويه ومثيره في دوري ابطال اوروبا، دوري المتعه والاثاره والنديه. ثلاث مباريات في توقيت واحد الساعه 10، ودي اهم ثلاث مباريات النهارده في الشامبيونز ليج. الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره ليفربول هيلعب مع ريال مدريد، ماتش قوي جدا للمصالح. استون فيلا مع يوفنتوس وموناكو مع بنفيكا. نروح للكونفدراليه الافريقيه. طيب الكونفدراليه الافريقيه يمكن في مباراه بدات حوالي الساعه 6 منذ قليل، يعني المصري متقدم على انيمبا بهدف مقابل لا شيء. المباراه بتتلعب على استاد السويس. وفي الساعه 9 مساء الزمالك بيستضيف بلاك بولز الموزمبيقي. نتمنى التوفيق للفرق المصريه في مشوار الكونفدراليه. دي كانت ابرز مباريات اليوم والعناوين ومقدمه مهمه بالتاكيد في المرحله الحاليه. هنخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع. عندي مجموعه من الاخبار المهمه جدا وبيتصدرهم خبر راسا من الفيفا هنا عبر شاشه قناه الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خبر توب نيوز بس خبر من العيار الثقيل. ليه؟ خبر ممكن يهم كل أندية مصر وأي نادي عنده مشاكل في الاتحاد الدولي وقضايا وملفات عديدة جدا. أول أمس صدر قرار وخطاب من رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي إيفان خورخي بالاسيو. هذا الخطاب موجه للأمين العام للفيفا ماتياس. قال له إيه؟ لجنة الانضباط، اللجنة التأديبية يعني، بتعلق كل القضايا وبتخطر الأمين العام للاتحاد الدولي. أول ما تقرا العنوان إيه ده؟ هو إيه اللي حصل؟ لجنة الانضباط في الفيفا علقت كل القضايا مرة واحدة؟ إيه الموضوع؟ عايز أقول لكم خلال الثلاث أربع أيام الماضية كانت في مش هقول مشاكل بس ملفات مهمة جدا جوه الاتحاد الدولي بتتناقش بسبب قرار صدر من محكمة العدل الأوروبية. ومحكمة العدل الأوروبية هتصدر
او هيصدر منها قرار بيتعلق بنص المادة 17 من نظام اوضاع وانتقالات اللاعبين. القرار اللي هيصدر من محكمة العدل ممكن يؤثر على قرارات صدرت سابقا او قضايا بتتناقش حاليا او قرارات ستصدر من الفيفا ضد لاعبين وضد أندية مستقبلا. لذلك الخبر الانفرادي اللي معانا على الشاشة، لجنة الانضباط في الفيفا علقت كل القضايا اللي بتنظرها دلوقتي وبلغت الأمين العام للاتحاد الدولي. ليه بقى؟ تعالوا مع بعض نشوف ايه الموضوع. في حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية التابع للاتحاد الأوروبي قدامنا على الشاشة اهو. الحكم ده في مشاورات عالمية بشأن تغييرات محتملة على لوائح الفيفا، بس تحديدا في المادة 17 من نظام أوضاع وانتقالات اللاعبين. ورئيس اللجنة الانضباط في الفيفا اتخذ القرار ده بصفته وبلغ به الأمين العام. ليه بقى؟ قال يتم تعليق كافة التدابير المؤقتة أو التالية مؤقتا اعتبارا من الآن بشأن، قدامكم على الشاشة اهو، أي إجراءات تأديبية ضد اللاعبين تتعلق بتنفيذ المستحقات المالية الممنوحة لهم بناء على المادة 17 من نظام أوضاع وانتقالات اللاعبين. يعني أي إجراءات ضد اللعيبة نتيجة لعيب فسخ عقده، لعيب بيطالب بمستحقات من ناديه، القضية دي اتعلقت مش هتاخد فيها قرار دلوقتي. أي إجراءات تأديبية ضد المدربين تتعلق بتنفيذ المستحقات المالية الممنوحة بناء على المادة 6 الملحق 2 من أوضاع وانتقالات اللاعبين. يعني أي إجراء تأديبي صدر ضد مدرب نتيجة إنه مشي في فترة الحماية، فسخ عقده من طرف واحد، مثلا خد كل مستحقاته ومشي قبل ما يكمل مدة تعاقده، كل القضايا دي وقفت دلوقتي مش هتاخد فيها قرار. ثلاثة، أي إجراءات تأديبية ضد الأندية على أساس المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في المادة 17، يعني حتى كمان لو في أندية متضامنة في سداد مستحقات لاعبين القضية دي معلقة دلوقتي مش هيصدر فيها قرار. تشمل الحالات المذكورة اللي أنا قلتها الثلاثة اللي فاتت اللي صدر فيها قرار لاحق من لجنة الانضباط بعد قرار المحكمة الرياضية. يعني أي حالة من اللي فاتت دول صدر فيها قرار من لجنة الانضباط بعد قرار محكمة رياضية تم تعليقها. وأخيرا تم اختار الأمين العام للاتحاد الدولي لتنفيذ هذه الإيقافات المؤقتة. كلام مهم جدا متعلق بقى فسح عقود، مدرب فسخ بدون سبب، لاعب مشي بدون ما يكمل تعاقده بدون سبب، أندية متضامنة في سداد مستحقات لاعبين، قصة كبيرة قلب الدنيا في أوروبا والناس هنا مش واخدة بالها. فعموما زي ما انتم شايفين على الشاشة، ده خبر خاص على شاشة قناة الأهلي بخطاب رسمي معايا نسخة منه من رئيس لجنة الانضباط في الفيفا، بلغ بيه الأمين العام في خطاب مؤرخ بتاريخ أول أمس 25 نوفمبر. الخطاب ده صدر بالظبط بعد نهاية كونجرس المحامين اللي عقد الأسبوع اللي فات، وتم اختار كافة المحامين اللي شغالين في كافة القضايا أمام الفيفا ان في قرار هيصدر من رئيس لجنه الانضباط ايفان خورخي بالاسيو، وسيتم اختار الامين العام، وبالتالي خلال الساعات اللي جايه الاختيار ده هيجي لكافه الاتحادات وعلى راسها بالتاكيد الاتحاد المصري. يعني اي نادي مصري، اي نادي عربي عنده مشاكل في الاطار ده طبقا لنص الماده 17 تحديدا، القضيه دي معلقه مش هيصدر فيها قرار لغايه لما يتم المشاورات بعد قرار محكمه العدل الاوروبيه بعد سنه بعد سنتين، انت وحظك وانت ونصيبك. ولو في نادي بقى عنده مشاكل كتيره زي دي حظه حلو، هيقعد فيها فترة يعني لغاية لما تتحل القصة دي ويبدأوا يشوفوا ايه اللي هيتطبق في اللوائح وايه اللي مش هيتطبق، ايه اللي اتغير وايه اللي مش هيتغير. طيب ده خبر مهم جدا كان لازم النهارده نحطه معانا في فقرة توب نيوز. بمناسبة مباراة امبارح وفوز الأهلي برباعية، أنا عايز أقول لكم طبعا ماتشات امبارح كان فيها سكور في ماتشات مهمة جدا. يعني أورلاندو بايرتس عمل مفاجأة، كسب شباب بلوزداد في الجزائر 5-2، كسب 2-1، أنت بتتكلم على الترجي كسب 4، بيراميدز كسب 5-1. فامبارح كانت في مفاجآت في بعض نتائج المباريات. مازيمبا على ارضه تعادل مع المولوديه، يعني واضح ان مازيمبا عنده مشكله. الهلال كسب خارج ارضه، كسب في تنزانيا، كسب يانج افريكانز. مامورد سان داونز على ارضه تعادل مع فرقه لسه بتشارك وجايه من بعيد في الكونغو الديمقراطيه، فريق مانياما. ديربي الرجاء والجيش الملكي على ملعب نادي الرجاء في كازابلانكا، ملعب العربي زوالي، الجيش الملكي كسب خارج ارضه 2-0 رغم ان المباراه كان متسيدها وان سايد جيم فريق الرجاء المغربي. يعني
نتائج كانت فيها مفاجآت، لكن النهارده من خلال حساب موقع سوفا السكر اتكلم على التشكيله المثاليه للجوله الاولى اللي اتلعبت بالامس. افشا وكهربا ضمن تشكيله الجوله الاولى لدوري ابطال افريقيا، ووقع الاختيار على الثنائي بعدما حصلوا على اعلى تقييم في الجوله الاولى. افشا خد 8.8 من 10، وكهربا خد 8.9 من 10. طبعا بيدخل فيها فكره انت جبت كام جون، عملت كام اسيست، يعني مساهماتك التهديفيه في هذا اللقاء. فبالتوفيق لكتيبه الاهلي ان شاء الله في المرحله اللي جايه. ما حدش امبارح حس بغياب اي لاعب في صفوف الاهلي على فكره. الناس كانت قلقانه غياب وسام ممكن يكون مؤثر، ما فيش راس حربه. يا جماعه الاهلي بمن حضر، واحنا عارفين الشعار ده مش شعار مكتوب على ورق بس، يعني مش حبر على ورق، لا ده شعار بيتنفذ وشفناه في احداث كتيره جدا. امبارح كهربا اساسي بيجيب اجوان، طاهر موجود بيجيب اجوان، ينزل بيرستاو موجود، حسين الشحات موجود، قفشه، قفشه مش موجود في امام عاشور، امام عاشور مش موجود في قفشه. الحمد لله الاهلي بمن حضر. نتمنى يا رب الصوره تكتمل بقى بكافه اللاعبين في المرحله اللي جايه. عايز اروح معاكم كمان لموضوع مهم جدا، وهو خبر متعلق بحمزه علاء. حمزه علاء الفتره الاخيره احنا كنا استعرضنا خبر وكان معانا اكثر من زميل صحفي، وكنا بنتكلم في الجزئيه دي، ان فكره ان حمزه علاء في اخر سنه في مفاوضات معاه للتجديد، مفيش اي مشاكل خالص في التجديد. ولكن الازمه ان في انديه للاسف، وانا بقول للاسف وتحت كلمه للاسف حط تحتها 100 خط، بتتخطى لوائح الاتحاد الدولي وبتتكلم مع لعيبه من النادي الاهلي في فتره الحمايه. عقد لاعب ما زال مستمر ومتبقي فيه على الاقل يعني لغايه نهايه الموسم حتى يناير، لا يحق ليك انك تتناقش او تعرض او تتفاوض معاه. ولكن في كلام للاسف بيحصل مع لعيبه من قطاع الناشئين، مع لعيبه من الفريق الاول، ولكن ثقه كبيره جدا ان كل لعيبه الاهلي ما عندهاش اي مشكله، وباذن الله مستمرين الفتره اللي جايه سواء حمزه علاء او حتى محمد رأفت، كل اللعيبه اللي كانت موجوده حتى في قطاع الناشئين مفيش اي ازمه عليها. وباذن الله ان شاء الله الفتره الجايه زي ما انت قلت لكم عندكم الشناوي، عندكم مصطفى شوبير، عندكم حمزه علاء، في مصطفى مخلوف، في اياد تامر، انت بتتكلم في 5 6 حراس مرمى من اول الفيرست تيم لغايه تحت 16 سنه في كافه فرق قطاع الناشئين. طيب ده كان خبر تاني متعلق بحمزه علاء. بالمناسبه يمكن النهارده رابطه الانديه اعلنت بشكل رسمي نقل مباراه البنك الاهلي والاهلي في الجوله الرابعه اللي هتتلعب يوم الاحد اللي جاي 1 ديسمبر الساعه 5 باذن الله، اتنقلت لملعب السلام بدلا من استاد القاهره. كلنا شفنا جدول الدوري من اول اسبوع ان المباراه دي كانت هتتلعب على استاد القاهره، ولكن طبعا استاد القاهره يبدو انه ما كانش لسه جاهز، فاضطرت هيئه الاستاد بالامس ان هي تفتح الملعب للاهلي وللزمالك عشان مباراه افريقيا. ليه؟ لان ماتشات افريقيا ما ينفعش فجاه كده تيجي تغيرها زي ما حصل النهارده في ماتش الدوري. مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها لائحه. حددت ملعب قبلها باسبوعين، خلاص الملعب ده ملعب المباراه، ما تجيش قبلها بيومين تقول انا عايز اغير. فبالتالي كان لازم استاد القاهره يستضيف مباراتي الاهلي والزمالك، لكن يبدو عشان الاستاد لسه مش جاهز. وده برضو بالنسبه لي انا عايز افهم ايه الموضوع بالظبط. يعني النهارده الرابطه بلغت الانديه اللي قدامكم على الشاشه، زد وحرس الحدود والبنك الاهلي والاهلي. زد وحرس كان يوم السبت على استاد القاهره، اتنقل استاد السلام. البنك الاهلي والاهلي اتنقل من استاد القاهره لاستاد السلام. وطبعا هي مباراه البنك الاهلي، فطبعا الاهلي هو ضيف في هذا اللقاء، وبالتالي اللي بيتم اتخاذ كافه الاجراءات معاه هو فريق البنك الاهلي اللي بالتالي مستضيف هذا اللقاء يوم الاحد الساعه 5 مساء باذن الله. نتمنى التوفيق للاهلي في هذا اللقاء، لان ده اللقاء الاخير في المسابقه المحليه قبل السفر الى جوهانسبرج. عندك مباراه يوم 7 ديسمبر مع اورلاندو بايرتس. اورلاندو بايرتس عشان بس الناس تبقى عارفه قيمه واهميه المنافس اللي موجود مع النادي الاهلي، هو كسب امبارح شباب بلوزداد، والناس فاكره ممكن يكون مكسب جاي بايلق يعني، او ممكن مفاجاه. لا، المتصدر حاليا في دوري جنوب افريقيا دوري البي اس ال هو فريق اورلاندو بايرتس، هو المتصدر دوري جنوب افريقيا دلوقتي. لعب 7 مباريات حقق العلامه الكامله 21 نقطه. طب قدامكم على الشاشه دي نتائج الجوله زي ما انتم شايفين. مازيمبي والمولوديه 0-0، يانج افريكانز مع الهلال السوداني 2-0 للهلال السوداني، مامولودي سان داونز مع منياما الكونغولي 0-0، الاهلي كسب استاد ابيجان 4-2، بيراميدز كسب ساجرادا الانجولي 5-1، الرجاء كسب الجيش الرجاء خسر على ارضه امام الجيش الملكي 2-0، شباب بوليسداد زي ما انتم شايفين طبعا خسر 1-2 امام اورلاندو بايرتس، والترجي كسب دوجليبا 4-0. عايز اقول لكم
اورلاندو بايرتس يا جماعه سبع مباريات كسب السبع مرات في دوري جنوب افريقيا 21 نقطه. انتوا بتتكلموا في اقوى خط هجوم في الدوري الجنوب افريقي اورلاندو بايرتس. سان داونز في المركز الثاني على فكره، يعني سان داونز متاخر في ترتيب دوري جنوب افريقيا. فحاليا المتصدر المشهد في دوري جنوب افريقيا هو فريق اورلاندو بايرتس. الاهلي هيلعبه ان شاء الله السبت بعد القادم، ومحدش يا جماعه يعتبر الماتش سهل. الاهلي دايما بيلعب سان داونز، فاورلاندو بايرتس جاي من بعيد، ما لعبناهوش مثلا من 2013 او من كام سنه، ففرقه جايه بعيد عن مستوى الافريقي. لا اديكم شفت اول ماتش ليها في الجزائر، كسبت شباب بلوزداد على ارضه وسط جمهوره، جمهور الجزائر الكبير يعني، ملعب 5 جويليا، كسبت شباب بلوزداد 2-1. وبالتالي لما تبص على نتائجه كده في الدوري، لا الهدافين من اورلاندو بايرتس ماجاكوبا 4 اهداف، لوكاس سيربيرو 4 اهداف، 21 نقطه من 7 جولات. عندهم لعيبه دوليين، عندكم ماجوبا ده مهاجم، مون باول سالينج مهاجم، موها نوكوتا جناح ايمن، دي لعيبه بتلعب في منتخب جنوب افريقيا. يعني ماتشات بتبقى مش سهله، ماتشات صعبه، فمحدش يستسهل قيمه واهميه مباراه الاهلي واورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر في جوهانسبرج. وقلنا لحضراتكم قبل كده ان الكابتن سامي قمصان هيسبق البعثه ب 48 ساعه هو والكابتن سمير عدلي، عشان يحضروا لكافه ترتيبات استقبال البعثه ويحددوا ملعب التدريب، فندق الاقامه، كافه التفاصيل، ان ده ماتش مهم جدا. انت رايح تلعب في جنوب افريقيا، انت معاك 3 نقاط واورلاندو بايرتس 3 نقاط، لازم باذن الله ترجع بنتيجه ايجابيه، لان اي نتيجه سلبيه هتسبب مشكله. تضمنش بلوزداد ممكن يكسب استاد ابيجان في كوت ديفوار، فبالتالي المجموعه ممكن تعقرب وتتعقد منك من البدايه. فمهم جدا ترجع من جوهانسبرج باذن الله ان شاء الله بنتيجه ايجابيه. عموما دي كانت ابرز الموضوعات اللي معانا النهارده في برنامج الترند. فقره الضيف والفقره الحواريه زي ما قلت لحضراتكم هيكون فيها كلام مهم جدا مع واحد من نجوم النادي الاهلي، كابتن شهاب الدين احمد، نجم خط وسط النادي الاهلي، في فقره مهمه جدا. هنستعيد ذكريات مباراه الاتحاد الليبي، المشوار الافريقي، وهنتكلم على مشوار الاهلي في افريقيا والقضيه ودور دوري ابطال افريقيا على الزمالك في عام 2020، تفاصيل وكواليس وموضوعات مهمه. يعني انتظروها فقره مهمه جدا مع واحد من نجوم النادي الاهلي، ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ورجعنا لذكريات مباراه تاريخيه في استاد القاهره، الاهلي والاتحاد الليبي، في مرحله كانت مهمه جدا هتتاهل من خلالها لدور المجموعات. 2-0 في ليبيا، 2-0 في القاهره، وبتلعب في الثواني الاخيره من نهايه اللقاء، وهتروح على طول لضربات الجزاء الترجيحيه. لكن ادي واحده يا شهاب، جه في نص الملعب تسديده من على مسافه 40 يارد او 30 يارد، عشان هدف تاريخي في توقيت تاريخي يقدر الاهلي يكسب بيه يعني هذه المباراة ويتأهل لدور المجموعات. بعد فترة كان الأهلي بيبتعد شوية عن أدوار المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. ضيفي وضيفكم الدباح والمدفعجي، وتقدر تقول زي ما أنت عايز تقول، منورنا النهاردة في بيته في قناة النادي الأهلي، كابتن شهاب الدين أحمد. منور الدنيا يا شهاب. حبيبي يا سعيد، أنا مبسوط إن أنا معاك النهاردة، وزي ما أنت قلت الواحد دايما بيفتخر إن هو بينتمي لكيان النادي الأهلي، فالواحد فعلا لما بيجي هنا بيحس ان هو في بيته بيستعيد ذكريات جميله جدا، فبتمنى لك التوفيق ودايما متالق يا رب دايما كده. مش عايز اكبرك شويه، بس عدى على الماتش ده 15 سنه مثلا؟ كان في 2010. 14 سنه. 14 سنه بالظبط. بتتذكر الهدف على طول؟ طبعا. يمكن من الحاجات اللي لحد دلوقتي الناس بتقابلني فاكره الهدف وفاكره المباراه دي بشكل كبير. فبصراحه انا بفتخر جدا ان انا زي ما بقول لك في حاجات بتفضل موجوده معاك بسيرتك بالذاكره بتاعتك، فدي من الحاجات اللي انا لحد دلوقتي الناس الحمد لله مقصره معاها، والناس دايما بتفتكرك بالجول دوت. اللي يتفرج على الماتش ويسمع التعليق، ادي واحده يا شهاب من المعلق الكبير طبعا محمد عفيفي. وبالمناسبه التعليق ده كان على شاشه قناه الاهلي في فتره 2010 لما كنا ساعتها بننقل مباريات افريقيا في الادوار التمهيديه ومباريات الدوري. هو بيقول لك ادي واحده يا شاب، وانت فعلا كان في التوقيت ده بتدي واحده. دي حقيقه فعلا. زي ما انت بتقول، يمكن قبليها حتى في ماتشات قبل كده كنت جبت جوال بشوط ماتش المنصوره في الدوري، يمكن سبحان الله يمكن الجول ده تحس ان الناس كلها كانت مستنيه ان انا اشوط، حتى الناس في يعني انا ناس كتيره قابلها في الجمهور يقول لي كلنا بنقول شوط، يعني كله كان تحس ان هو عايز شباب يشوط. فطبعا توفيق من ربنا كبير في توقيت زي دوت. فطبعا زي ما انت بتقول عفيفي، يمكن ادى كمان اللي الجون بالازاء بتاعه طبعا شكل كويس جدا لحد دلوقتي. يعني انا بحب جدا
الجون بصوته هو يعني. بصوته هو رغم كان على فكره المباراه دي كانت منقوله على ثلاث اربع قنوات، وكانت مع بالتاكيد قناه الاهلي كانت نسبه المشاهده عاليه جدا في الفترات اللي زي دي مع نقل المباريات. لكن عايز اقول لكم وقتها الجون ده لغايه دلوقتي اول ما يتقال شهاب ضيف على طول جمهور الاهلي ادي واحده يا شهاب. دي حقيقه. عشان كده انا بقول لك انا بعتز وبفتخر باللحظه دي، لان مأثره لحد دلوقتي مع جمهور النادي الاهلي اللي ليه فضل كبير طبعا بعد ربنا على اي حد بينتمي للكيان طبعا. طب قول الو. الو الو مساء الخير. مساء النور. هتدي له واحده على الهوا بقى ولا ايه؟ ادي واحده يا شهاب. حبيبي نور يا كابتن. المعلق الكبير والمعلق الرياضي الكابتن محمد عفيفي منور الدنيا. حبيبي حبيبي يا استاذ محمد منور الدنيا، وضيفك النجم الكبير طبعا الكابتن شهاب كان وقتها هو واحد طالع وسط نجوم كبيره يعني لو تفتكر تشكيل الماتش يا كابتن. انما خلينا نرحب بالكابتن شهاب اللي اكيد جمهور الاهلي برضه وحش وجوده على الشاشه. حبيبي يا كابتن عفيفي انا مبسوط جدا ان انا سمعت صوتك وبتمنى لك كل التوفيق ودايما متألق دايما كده يا رب. وزي ما بقى لسه كنت بقول لمحمد من الحاجات اللي انا بعتز بيها الاذاعه بتاعتك على الجول بتاعي، فادى للجون شكل كبير وبعتز بيها جدا. يا كابتن عفيفي احساسك وقتها وانت بتعلق على المباراه في قناه الاهلي وفي الدقيقه كام؟ 93 94 والماتش راح لركلات جزاء والشوط الاول 0-0 ومحتاج ثلاث اجوان في الشوط الثاني، تفاعلت مع الهدف ده ازاي بخلاف طبعا هدف فضله او هدف متعب؟ خليني اقول لك يا كابتن محمد ان المباراه دي ليها كواليس كتير، انما طبعا كان اهم مشهد فيها زي ما بنقول كده مشهد النهايه، مشهد الجون بتاع الكابتن شهاب. ولكن اليوم ده كان يعني من الايام الصعبه جدا، انت عارف اللقاءات الافريقيه للنادي الاهلي واللقاءات الحاسمه يعني على خاصه المباريات ديت بيبقى في حاله من التوتر، خصوصا ان النتيجه كان فيها مشكله لبدايه الشوط الثاني. مظبوط. يمكن انا متذكر لغايه دلوقتي كان الاستوديو التحليل الاعلامي الكبير الراحل خالد توحيد الله يرحمه نجوم التحليل الكبار الدكتور طه اسماعيل والكابتن زكريا ناصف، ان يفضل الجون ده علامه ليه واحد من الاجوان المهمه للنادي الاهلي، وكمان كان علامه ليا وارتبط بجمهور الاهلي. مش عايز اقول لك لغايه دلوقتي لو ليا لازمتين ثلاثه الناس بيبقوا بيرددوهم منهم ادي واحده يا شهاب، يعني بعد 14 سنه يعني كان في ناس بعدها على طول ممكن ما اكونش الاسم معروف قوي فيجي يقول لك بتعدي واحده يا شهاب. فده كانت حاجه بتفرحني وببقى سعيد. انا كمان كنت معاصر طلوع شهاب للدرجه الاولى للفريق الاول هو وعفروت وشكر الثلاثه كده وهشام محمد مع بعض طالعين كابتن حسام البدري اللي اداهم الثقه واداهم لقاءات وكانوا يستحقوا اكتر من كده في اعتقادي في مسيرتهم سواء كابتن شهاب او كابتن احمد شكري او كابتن مصطفى عفروت. اكيد. طيب كابتن عفيفي الماتش ده لما جاب الجون وانت كملت معاه وحتى شاور ساعتها وحتى شهاب قال لك الماتش خلص خلاص مفيش وقت تاني، انت جاب جون في الدقيقة 94 انت علقت وفضلت رايح حتى لفرحة شهاب وعلقت عليها، مش مثلا اندمجت مع الهدف، لا انت كملت الفرحة ووصفتها وعلقتها. الحمد لله بيبقى ده استاذ محمد دي حالة من التوفيق للمعلق، وكمان انت بتبقى عايش حالة الجمهور. يعني زي حتى انا قلت اثناء المباراة اعذرونا انا النهارده مشجع خصوصا الاهلي بيلعب مباراه كبيره والاهلي بيلعب بيمثل الكره المصريه، ويمكن الحاجات اللي انا كنت بقولها مش محضرها دي حاجات تلقائيه، انا ما اعرفش ان شهاب هيجيب جون في وقت مهم ووقت حاسم زي ده واقول له يا شهاب يا اللي اتولدت كبير، فعلا لعيب كبير انه يسدد من المكان ده والمسافه دي زي ما قلت لحضرتك يا استاذ محمد. عايزه لعيب عنده خبرات كبيره قوي قوي ان هو ياخد القرار ده حتى لو هو كان عنده مهاره التسديد، انما بقولنا التوقيت المباراه الضغط الجماهيري الاستاد مليان على اخره. صح. وزي ما انت قلت في المقدمه يا استاذ محمد بشكرك الوقت ده احنا كنا اربع او خمس قنوات بينقلوا المباراه فده كان حاجه ليا برضو زي اللعيب بالظبط او المدرب اللي ربنا بيكرمه وينجح انك انت يعني زي ما بيقولوا كده يبقى لك تركب المباراه ديت في وسط المعلقين الكبار اللي كانوا موجودين، فده كان حاجه ليها يعني شرف ليا ومردود كويس جدا في الفتره اللي انا قضيتها في قناه الاهلي، شرف ليا ان انا اشتغلت على شاشه الاهلي اكثر من موسم. اكيد. كابتن عفيفي انا بشكرك نورتنا وشرفتنا وكانت مداخله مهمه جدا في توقيت بنسترجع فيه ذكريات هدف كان مؤثر مع النادي الاهلي لشهاب الدين احمد. اعتقد انا سالتك قبل الهوا هدفك ده اتعلق باربع خمس معلقين، انت قلت لي عفيفي. عفيفي ده حقيقه يمكن زي ما قلت لك انا بحبه بإذاعة عفيفي جدا
لان زي ما انت بتقول شهاب تلاقي الناس تقول لك ادوا واحده شهاب على طول، فاهم؟ لحد دلوقتي يمكن الحمد لحد لله. دلوقتي فبصراحه هو كان موفق جدا فيها، وانا كنت ربنا كرمني وموفق زي ما هو قال لك. دي بتبقى علامات بتسيب على مدى بعيد، يعني انت بتقول الماتش من 14 سنه الناس لحد دلوقتي فاكره، فاكراه. لو عدت الجون كانه لسه بتلعب امبارح. فتوفيق من ربنا كبير طبعا عليا وعلى عفيفي، وكان ساعتها الوقت ده كله يعني كانش في ترند وقتها، كانش فيه عارف الكلام انت ده لو طبعا، كان في ترند ما والسوشيال كانش ميديا فيه، بالقوه دي. لا ما كانش فيه الكلام ده خالص يعني، ما كانش فيه الكلام ده طبعا. اكيد اكيد. طيب اكيد ده بنشكر كابتن عفيف وبنتمنى له التوفيق يا رب في مشواره في التعليق على المباريات، ودايما بنستمتع دايما بحضوره وتعليقه في كافه المباريات. طيب شهاب الدين احمد دلوقتي فين؟ اداره، تدريب، بتفكر ازاي في المستقبل؟ انا الحمد لله خدت اداره الدبلومه في الاداره الرياضيه تبع الفيفا، كانت معموله في شهر 3 اللي فات، ممتاز. خلصناها في شهر 6. الحمد لله بدات في الحته الاداريه دي. حته التدريب برضو مقدم لسه برضو على الدورات، ان شاء الله الفتره الجايه برضو نبدا ابدا اخد فيها دورات تدريبيه. حته تبقى بقى بقى في المسار السريع من اول البي اعتقد، ولا من ايه؟ تبقى السي والبي مع بعض. السي والبي مع بعض كدوره واحده، دي بعد كده الايه والبروفيشنال. بالظبط كده. فربنا يكرم. لسه بقى يعني انا بدات في الحته الاداريه دلوقتي. حته بقى ان انت تستقر على الحته الاداريه او التدريب دي لسه يعني. انت بتفضل ايه؟ تتجه للمجال الاداري والله بص ولا المجال انا التدريبي؟ عايز اقول لك مهنه التدريب مهنه صعبه جدا جدا يعني، وخصوصا في مصر عشان ابقى صريح معاك. حته التدريب انت ما بتتاس بالكواليتي بتاعك او بفكرك، هي للاسف دلوقتي بقت ماشيه بالعلاقات بالمصالح الشخصيه. في ناس ممكن تلاقيها عندها الامكانيه بس بعيده، ما بتعرفش تتعامل او ما بتعرفش توصل ان انا اتعامل في المكان ده بشخصيته او بطبيعته. لازم تلاقيه بيبذل مجهود عشان يوصل بس ما يقدرش يشتغل، فهي دي المشكله في مصر عندنا يعني مبنية على علاقات أكتر جدا. من السيرة الذاتية والسيفيهات بالظبط والإمكانيات. بالظبط بالظبط يعني في مدربين كتيره كويسه، وبعدين هنا المدرب مثلا تلاقيه بيبدا يشتغل من عنده وعنده 50 60 سنه. طب ليه يعني؟ ليه المدرب يبدا 50 60 سنه؟ طب وليه المشكله ان المدرب يبقى شاب ويبدا ياخد تجارب ويخوض التجارب ويبدا يتعلم؟ ليه احنا وكمان المشكله كمان زي ما انت بتقول مثلا الدورات التدريبيه هنا في مصر احنا بقى لنا سنين واقفه. متأخرة كتير. دلوقتي المدرب مثلا عايز يطلع بره مصر يشتغل، اول حاجه بيطلبوها بره الشهادات. طب اذا كان انا في بلدي ما فيش شهادات هشتغل ازاي بره؟ بدأت مؤخرا حتى بعد ما اتعين هو الكابتن بقى علاء نبيل، بالظبط لكن قبلها قعدنا سنين كانت في كابتن مشاكل. علاء بصراحه جه وبدات الدورات تشتغل زي ما انت بتقول، بس زي ما بقول لك انت لا مدي فرصه الناس تشتغل هنا ولا مدي الناس فرصه تشتغل بره، لان انت معطلهم بموضوع الشهادات هنا. فالفتره الجايه يعني انا شايف ان كابتن علاء بصراحه بيبذل مجهود كبير جدا في القصه دي وبيحاول يساعد الناس كلها. فاتمنى ان حتى الناس يعني المنظومه كلها تبص، مش لازم ابقى واحد معدي 50 60 سنه عشان ابدا اشتغل في الكارير اللي انا عايزه. لا، ما ايه المشكله ان انا ادي للشباب فرصه؟ ايه المشكله ان انا ادخل وجوه جديده؟ ما انا مش لازم هفضل كل الناس هي اللي في المشهد ده بيمشي عشان ده يجي. فهي دي المشكله اللي احنا عندنا، دايرة دايره احنا دايرين فيها. مفرغة ما بتطلعش منها. بالظبط، ده مشي هتلاقي ده غيره جه بياخد وقته وبعدين هي مجموعه. طب يا جماعه ما المجموعه دي اصلا يعني فشلت 100 مره مصممين عليها برضو. طب احنا ما بنصلحش أنا للاسف عاجبني احنا. في الجيل بتاعكم، يعني عفروتو ده حاليا دلوقتي بيشتغل على فكره الاكاديميات والبراعي. شكري بيشتغل على فكره التدريب بس في الفيرست تيم. تمام. هشام اعتقد هشام محمد حاليا ده دلوقتي عشان بيلعب في الاسماعيلي لسه. بيلعب لسه في الاسماعيلي، بس هو عشان لسه الوحيد اللي مستمر شويه هشام من الجيل. كان مقدم معايا في الدبلومه دي في الدبلومه دي بس ما عرفش يجي بسبب سبب ماتشات التدريبات بسبب والمباريات. الماتشات والتدريب. فالتنوع في جيلكم ده كويس. طبعا لان خلي بالك احنا جيلنا برضو ما خدش حقه في الكوره عشان ابقى صريح معاك، احنا مرينا بظروف عطلتنا كتير. فاحنا نفسنا نعمل حاجه، نفسنا لان احنا اتعلمنا وتربينا ونشأنا في النادي الاهلي على مدربين كبار جدا، وعشنا النادي الاهلي كون شخصيه لشهاب لهشام لعفروتو لكل الجيل ده. فنفسنا نعمل حاجه من اللي احنا اتعلمناه من الناس الكوادر، لان الكوادر دلوقتي ما بقتش موجوده. الناس دي دلوقتي انت تيجي تبص لقطاعات الناشئين مفيش مواهب، مفيش حد بيقدر يشتغل بيقول انا عايز اشتغل عشان اطلع. لا، دلوقتي الموضوع كله زي التيك اواي السريع على طول، مش عايز اتعب عشان الاقي النتيجه، لا انا عايز حاجه سريعه. ايه الظروف اللي واجهت الجيل بتاعكم؟ لا انت عندك ثوره في بورسعيد، فاهم؟ الاحداث اللي هي حصلت في وقتها. الحاجات دي جت في وقت ما احنا كنا مكسرين الدنيا. مظبوط. فعطلتك.
فاهم؟ عطلتكم من 2011 لغايه اعتقد 2014 لحد 15. اربع خمس سنين دي فتره بالزبط. كبيره. وفي لعيبه في سننا في انديه ثانيه كانت بطلت في الوقت ده. يعني في لعيبه بعدت خلاص ما بقتش تلعب، ما كانش في دوري، كان الاهلي والزمالك هم اللي بيلعبوا في افريقيا بس. لو تفتكر الفتره فاكر دي كان كل اسبوعين مباراه في افريقيا بس، فهي دي وفي الجونه كمان بالظبط. كنا في 2013 دي كلها لعبناها في الجونه. فهي دي النقطه كلها، بدات بقى تخش، بدات الكره ما بقتش تبقى زي الاول اصلا، مفيش جمهور، مفيش الكلام اللي كنا اللي احنا متربين عليه ده اصلا. الصناعه نفسها اتاثرت بالظبط. الانديه التانية بقى لا، ما بتتقاس ان انت لعيب كويس او لا. يعني لما انا مشيت من الاهلي مثلا في 2014 الكره في النادي الاهلي غير الكره في اي نادي تاني. انت اخر حاجه بتقاس فيها مستواك الفني، زي ما بقول لك انت علاقتك ايه كويسه بالاداري، بمدير الكوره، بعضو مجلس اداره، هي بتبقى ماشيه. الوكيل، الوكيل اهم واحد في المنظومه دلوقتي. الوكيل ممكن يجيب لعيب قاعد في البيت بقاله سنتين يوديه الحته الفلانيه، ولعيب تاني بيلعب في الحته الفلانيه لا عشان ما راحش مع الوكيل ده. فانت عندك في المنظومه اصلا خلل كبير. فهل اللي يعني انا اتمنى ان كابتن هاني ابو رده، لان كابتن هاني ابو رده ملم بالحاجات دي، اتحاد الكوره ملم ملم وعارف. انت مش واحد جديد لسه داخل فبتستكشف، لا انت عارف كل المشاكل والخبايا اللي موجوده في الكره المصريه. فهتيجي تغيرها هتلاقي الناس كلها في ظهرك، هتيجي تعمل نفس الشغل هتلاقي الناس كلها ضدك. فهو اكيد انا عارف المهندس هاني ابو رده ملم وخبرته كبيره جدا، فاتمنى ان هو يشتغل على الحته دي، لان الكره المصريه تستحق اكتر من كده بكتير. احنا بنتاخر، احنا البلد الوحيده اللي في افريقيا عمالين نتاخر، كل افريقيا بتتطور، حتى البلاد الصغيره بتتطور. فهي دي المشكله. فاتمنى ان الفتره الجايه دي تبقى فتره ازدهار للكره المصريه عامه. طيب لو اروح لشهاب واسالك على فكره، خدت كام بطوله مع الاهلي؟ خدت 13 بطوله في الفتره الزمنيه القصيره دي. انا طلعت 2000 اول ماتش رسمي ليا 2008 مع جوزيه، مانويل جوزيه. في الدوري اللي احنا خدناه في ماتش الفيصل بتاع الاسماعيلي اللي اتلعب في استاد الماكس بالظبط. كان اول ماتش ليا ماتش الترسانه 3-2 في الكليه الحربيه. اوكي، ده اول ماتش ليا مع مستر مانويل. وبعد كده مشي، بعد كده بقى كملت، رحنا كاس العالم الشباب. كملت بقى مع كابتن حسام البدري 2009 كاس العالم، وبعد كده كملت بقى مع كابتن حسام. بالظبط، هو كابتن حسام حتى وقتها هو اللي اداكوا الدافع ان الجيل ده يخش يندمج مع عماد متعب واحمد حسن وتريكا وبركات واحمد فتحي ووائل جمعه، احمد السيد، شادي، امير عبد الحميد. انا حضرت شادي، عفروته ما حضرش شادي. كان رجع، كان كابتن شادي كان ساعتها مشي اول ما كابتن حسام مسك تولى المدير الفني، يا دوبك كان في اول سنه. كل الجيل ده مش عايزين، عماد متعب، محمد فضل، ناس كتير جدا عاصرناها في الوقت ده. وبصراحه هم من الاسباب اللي خلونا نظهر بالشكل ده. يعني من الاسباب خدوا بايديكوا طبعا. ما كنتش تحس ان انت موجود وسط الاسماء دي. يعني احنا كنا في الناشئين قبل ما نطلع كنا بنقول هنطلع فين، كان دايما متصدر لقطاع الناشئين. لا ما حدش هيطلع. ومستر مانويل كان متصدر تحت لينا ان ما بيحبش الناشئين. يعني اخر واحد كان طالع حسام عاشور من قطاع الناشئين من 2004. وحسام عاشور خلي بالك طلع، يمكن هو قال قبل كده، هو كان رايح يتفرج على مهاجم فعجب حسام عاشور على حسام بالظبط. فهي دي القصه، ان مانويل جوزيه ما كانش مصدر ان هو عايز يبص تحت. فهي النقطه كده، فان تطلع وكابتن حسام يديك الثقه في وسط النجوم دي، فدي حاجه كبيره جدا. ايه اغلى بطوله من ال 13 بطوله؟ 2012 دوري الابطال رادس. طبعا دي البطوله اللي بعتز بيها جدا، ويمكن اغلب الجيل ده كله بيعتز بالبطوله دي. يعني اجمل بطوله اتلعب فيها كوره طبعا نهائي في الترجي في تونس، ده كان كوره غير طبيعيه. مفيش واحد كان مقصر، اللعيبه كلها كانت في حالتها الفنيه وفي تركيز شديد جدا. يمكن انا فاكر اكتر واحد فاكره في الماتش ده كان حسام غالي. حسام غالي عمل ماتش غير طبيعي في الماتش عالمي. هو من سوء حظه بعدها جت رباط صليبي في كاس العالم، كاس العالم كان بيلعب مباراه وديه او في كاس العالم اعتقد. كاس العالم اول ماتش كده. اول ماتش في كاس العالم كان الكيرف بتاعه كان عالي قوي في الفتره دي. طب انت بتلعب في نص الملعب، بص بقى الاسامي، حسام حسن، حسام غالي، واحمد حسن. وكان احمد حسن كان مشي، كان مشي احمد حسن مشي في 2011 مع مستر مانويل لما جه وما جددش. كان اخر ماتش ماتش المقصه بس انت كنت موجود في وسطيهم وقتها. انا حضرت، انا بتكلم على نص الملعب في الوقت اللي انت كنت حضرت فيه. حضرت حسام غالي واحمد حسن، كان مين تاني؟ شوقي عاشور، اينو، محمد شوقي، حسام عاشور، اينو كان شبيطه، مصطفى شبيطه، مصطفى شبيطه وعبد الله فاروق. دول اللي انا حضرتهم. المنافسه كانت ازاي في وسط وجود
حسام غالي واحمد حسن والاسامي ومحمد شوقي وحسام، انت عارف انت بتتكلم على نص ملعب منتخب مصر، مصر موجود في النادي الاهلي بالظبط، شوقي وغالي واحمد حسن، يعني ازاي كانت المنافسه ما بينكم؟ ما انا بقول لك الميزه ان كابتن حسام كان مدينا الثقه بشكل كبير، كان واثق فينا جدا، وحتى اللعيبه لما كنا بننزل نتمرن، لا كان انا فاكر كابتن تركي كان بيقول لنا العبوا لعبكم ما تخافوش، اغلط وما فيش مشكله، شال الرهبه منكم بالظبط، كلهم كلهم مش هو بس بصراحه، بركات واحمد فتحي متعب، الناس دي كلها، سيد معوض، فالناس دي تحس ان احنا كنا بنخش الاوضه كاننا مثلا بقالنا سنين معاهم، فبصراحه فرقوا معانا جدا، وهم من اسباب مع الدفعه بتاعت كابتن حسام اللي خلونا نظهر بالشكل ده ويبقى عندنا الثقه ان احنا نقدر نشتغل معاهم بشكل كويس جدا. من حسن حظ سعد سمير ان ما دخلش في المجموعه دي معاكم في التوقيت ده وطلع بره اعاره ولعب شويه، سعد طلع اعارات فتره، سعد في الاول، سعد طلع المقاولين وطلع المصري، ففرقت معاه يمكن فرقت معاه، لان كان الفتره دي كان في ناس كتيره ورا بتلعب وماشيين بشكل كويس، فسعد لما الناس دي كابتن وائل بقى اعتزل وكابتن احمد السيد والناس دي كلها، فسعد رجع بقى في مكانه بالظبط. طيب عموما لسه الحوار مستمر مع شهاب الدين احمد، ولسه عندي تفاصيل وكواليس هنتكلم فيها، ولكن نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. حوار الذكريات حوار ممتع جدا مع واحد من النجوم اللي انا عشت معاهم فترات جميله جدا حتى في المشوار الاعلامي او المشوار الصحفي، شهاب الدين احمد نجم خط وسط النادي الاهلي. شهاب، وانا قبل ما اطلع فاصل بتكلم على نجوم خط الوسط، جبنا اتكلمنا على حسام غالي واحمد حسن وإينو وحسام عاشور وقتها، بص افكركم بحاجه وشهاب دلوقتي هيتكلم عليها، كان في ثلاثي كده في وسط الملعب عاملين رباطيه، بس رباطيه ايه، تخش ما بينهم مش هتعرف تطلع، إينو حسام عاشور احمد حسن، يعني كان جو مش عايز اقول لكم حاجه مختلفه، فاكر وقتها؟ طبعا عاشور وإينو يمكن كانوا مبرشطين على كابتن احمد على طول. بس بصراحه كانت الاجواء جميله، جميله زي ما انت بتقول يا سعيد، الروح كانت جميله جدا بين اللعيبه دي كلها واللعيبه الكبيره، فكانت ايام جميله بصراحه، يمكن انت كنت معانا على طول، يمكن في السفريات بره كنت بتبقى موجود معانا، فايام زي ما انت بتقول ذكريات جميله جدا، وكل الناس دي بصراحه ما حدش فيها اثر في تاريخها مع النادي الاهلي، كل الناس عملت اللي عليها، فيا رب دايما كده تبقى الذكريات دي موجوده ما بيننا دايما. لسه انت متواصل معاهم يعني، بتكلم عاشور، بتشوف الصقر، بتشوف الناس، يعني لسه متواصل مع الجيل بتاعك والجيل اللي طبعا حتى. طبعا انا عاشور على طول على طول بنتواصل وعلى طول بنتكلم مع بعض وبنقابل بعض، إينو نفس الكلام، يمكن كابتن احمد على مناسبات يعني، لكن في احمد فتحي طبعا، بركات، سيد معوض، الناس دي كلها على طول بتواصل معاها، كابتن ابو تريكه برضه على فترات، فالناس دي كلها طبعا الواحد بيعتز ان هو لعب معاها وعاصرها في الوقت اللي هو كان موجود في النادي الاهلي فيه. هم سطروا بصراحه تاريخ جميل جدا وبنوا اساس للاجيال حتى اللي بعدها تكمل وتكمل في المشوار الافريقي، يعني نتمنى لهم التوفيق يا رب في مشوارهم الفتره اللي جايه، وفرصه ان احنا نتكلم عن الاجيال اللي صنعت تاريخ في النادي الاهلي، ومش بعيده يعني، ده من سنوات قليله عشان ما نكبرش حد شويه وما نكبركش برضه. لا طبعا السنين جريت بسرعه، جريت بسرعه. يعني الواحد انت بتتكلم في الماتش ده كان عندي 19 سنه، فالسنين جريت، فالحمد لله يعني. طيب فتره الكابتن حسام البدري من وجهه نظرك هي كانت اهم فتره في مشوار شهاب والجيل اللي موجود معاه؟ طبعا. زي ما قلت لك احنا بعد توفيق ربنا هو سبب من الاسباب ان خلى الجيل ده ياخد فرصه في وسط اللعيبه دي والكوكبه اللي كانت موجوده. فطبعا كابتن حسام ليه دور كبير جدا ان احنا نخش وسط اللعيبه دي وان احنا نأدي وان احنا نلعب ونشارك بصفه اساسيه في وقت كان صعب لاي ناشئ يطلع فيه، فهو ليه دور كبير طبعا ان هو يبقى ما يعني سبب ان احنا نبقى موجودين في النادي الاهلي. طيب مين من الاجيال الحاليه مش هقول شبه شهاب شويه في نص الملعب، بس بتحب تتفرج على لعبه، بيفكرك بلمسات انت كنت بتعملها مثلا؟ انا بحب امام، يعني انا بحب امام عاشور، بحب الكواليتي بتاع امام، وبحب الكواليتي بتاع قفشه، انا بحب اللعيب اللي بيلعب لقدام دايما، اللي بيبقى عنده الحلول انه يقدر، ما يبقاش ان انا اقدر ابصي بس، لا انا عايز ازيد انا بالكوره، اوصل الناس، اشوط على الجول، بحب الكواليتي دوت. فاللي بيقدر يعمله دلوقتي واللي متميزين فيه دلوقتي امام وقفشه، يعني طبعا السوليه، انا بحب السوليه جدا، السوليه جيلي وعاصرته كتير
لما كان في الاسماعيلي وفي منتخبات الشباب والناشئين والاولمبي. الثلاثه دول بصراحه يعني من اهم اللعيبه في وسط النادي الاهلي. مروان عطيه برضو بيأدي بشكل كويس، دوره مهم جدا جدا جدا. انا شايف ان مروان دوره مهم جدا لا غنى عنه في نص الملعب. يمكن لما بيغيب انا بحس ان نص الملعب بيتاثر بشكل كبير. بيكمل لان هو حلقه الوصل اللي ما بين خط الدفاع وخط النص الهجومي، وبيقدر يعمل الحته اللي بيدي الاريحيه للاثنين اللي قدامه يقدروا يعملوا التكمله الهجوميه ويزيدوا بشكل كويس. مين افضل لاعب خط وسط في مصر دلوقتي من وجهه نظرك؟ والله بص، ما يعني مش عايز ازعل حد، مش موضوع مش عايز ازعل، بالعكس لا. يعني انا شايف ان امام عنده اكتر من كده بكتير. يعني امام لو جاب الفورمه بتاعته هيبقى احسن 8 في مصر بالنسبه له، احسن نص ملعب في مصر. لكن انا بحب قفشه وبحب تركيزه جدا، لان هو الوقت اللي بياخد فيه بيبقى مؤثر جدا. يعني قفشه تلاقيه بينزل حتى في ماتش السادات بتجان، بينزل تلاقيه مؤثر، بيبدا تلاقيه مؤثر، بيقعد ما بيتكلمش بيشتغل. فانا بحب النوعيه بتاعت قفشه دي، يعني النوعيه اللعيب بتاعت قفشه دي، لان هو كمان على ربنا زي ما بنقول كده، فاهم؟ سايب الامور على ربنا، فتلاقيه بيجتهد ويعمل اللي عليه، فاكيد ربنا مش هيديله، لان هو اكيد بيتعب وبيجتهد. فانا نفسي امام يركز ويبدا يشتغل وما يفصل خالص عن السوشيال ميديا، يفصل عن كلام الناس حتى من كلام ايجابي كلام إيجابي سلبي او سلبي. ركز ركز، انت عندك اكتر من كده بكتير امام، انت الناس مستنيه منك اكتر من كده بكتير. الناس ان عملت ماتش كويس اقفل خلاص، مش هفضل صفحه وانتهت. بالظبط، لازم يبقى فاهم كده، لان هو لعيب الكواليتي بتاعه مختلف. امام لم احتاجيت النادي الاهلي عشان انت لعيب مختلف. انت لعيب عندك حاجات مش موجوده في مصر دلوقتي، اللي النوعيه دي اللي كانت موجوده في كذا فرقه لا دلوقتي مش موجوده. احنا كنا بنتكلم مثلا، انت بتقول على الجيل، انت عندك كان شوقي وحسام غالي مثلا في الحته دي، عاشور، الناس دي كلها في الفرقه الثانيه. كنت تلاقي حسن عبد ربه، تلاقي محمد حمص، تلاقي في كل فرقه كان فيها اتنين او واحد مميز. وفي بتروجيت كان ساعتها محمد واحمد شعبان، الاثنين دول كانوا لعيبه جامده. فانا بكلمك ان كان في حلول كتير، لكن انت ربنا مديك حاجه تحافظ عليها، فلازم تشتغل وتحافظ عليها عشان انت جاي بناء عليها والناس بصلك البصه دي. فما ينفعش ان انا يبقى مستوايا شويه فوق شويه تحت، لا. انت عندك والناس مديك الثقه ان انت تبقى كده. فاتمنى ان امام يقفل على نفسه ويركز، لان هو لعيب مهم جدا ولعيب كواليتي بتاعه مختلف عن اللعيبه اللي موجوده في مصر ان شاء الله باذن الله. طيب اسالك بقى على دوري ابطال افريقيا، وامبارح كانت في مباراه الاهلي امام استاد ابيجان، اتفرجت عليها وتابعتها بالتاكيد، شفت المكسب والانتصار ومشوار الاهلي في دوري الابطال السنه دي ازاي؟ وهل البطوله الافريقيه اختلفت شويه عن الفتره اللي كنت موجودين فيها؟ طبعا البطوله مختلفه بشكل كبير، بقت اقوى ولا مش موضوع اقوى قد ما هي ان انا شايف اللي على ايامنا كانت الفرق برضو جامده بصراحه. يعني على ايامنا كانت الفرق جامده، والفرقه بتاعتنا كانت طبعا فرقه جامده. نفس الكلام دلوقتي، الجيل بتاع النادي الاهلي ده جيل كويس جدا، مسهل الامور على نفسه، حاسس بقيمه النادي الاهلي. فهو ده اللي مخليه دايما في قمه التركيز بتاعه، ان اللعيبه بتقدر تفصل، مش بتاخد بطوله وتفضل مركزه، لا. دايما حتى في كلام اللعيبه تلاقيهم يقول لك احنا خلصنا النهارده البطوله او كسبنا الماتش النهارده، بنركز في اللي بعديه. هي دي سمه النادي الاهلي، عشان تقدر تكمل وتقدر تواظب على الانتصارات. فدايما لازم اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يبقى فاهم القصه دي عشان يقدر يتاقلم وينجح في المكان. لو سالتك على هدف من الاربعه، ايه اجمل هدف؟ هدفين كهربا، هدف حسين الشحات، هدف قفشه. انا بالنسبه لي قفشه وجون كهربا الرابع. جون كهربا الرابع وهدف قفشه. طب ما تيجي نشوف الجمهور كان تعليقه ايه على السؤال ده. ماشي. ان احنا سالنا في بدايه الحلقه، من وجهه نظركم اجمل هدف من الاهداف الاربعه اللي اتسجلت بالامس في مباراه الاهلي امام استاد ابيجان. تعالوا نشوف مع شهاب الدين احمد تعليقات الجماهير. احمد اشرف بيقول اكيد يعني بلا منازع هدف كهربا الرابع اللي فرحنا بعودته. نفس تعليق شهاب على فكره هدف كهربا. امير بيقول هدف كهربا الرابع. كنت في اتفاق على كده، اوكي اجماع يعني. عبد السلام بيقول هدف حسين الشحات لانه بذل فيه مجهود واحيا هدف. ماشي. راي مختلف معانا. احمد عباس بيقول هدف قفشه جميل، خد وهات مع طاهر، والفينش على طريقه توني كروس، مشجع اهلاوي من السودان، تحياتنا ليك ولكل اشقائنا في السودان. مصطفى بيقول سلام عليكم على كل الاهلاويه، احلى هدف في المباراه هدف كهربا الرابع، هو احلى هدف بصراحه. اوكي. ناصر والله كلهم اجمل من بعض، بس انا هختار اثنين، بتاع قفشه وكهربا الرابع. صح، اجماع كله كهربا الرابع. يمكن هو جول حلو وجول
وماتش امبارح ده هيدي ثقه الكهرباء للفتره الجايه باذن الله. نورتنا يا شاب حبيبي، سعداء بوجودك معانا حبيبي. انا وما تنقطعش كده عن الجميع، لازم نظهر ونشوف ونتكلم وباذن الله نطمن عليك قريب ونشوفك بقى في مجال الاداره او التدريب حبيبي. تكسر الدنيا باذن الله يا رب، وانا اللي مبسوط ان انا كنت معاك وموجود في بيتك في بيتي طبعا، وبتمنى لك التوفيق دايما يا رب. شكرا جزيلا. شهاب الدين احمد نجم خط وسط النادي الاهلي، دايما في الترند كده بنتنوع في فكره التواصل مع كافة الأجيال، يعني بنرجع في التسعينات شوية بنتكلم على الألفية الجديدة، الجيل اللي ما بين اعتزال لاعبين وظهور لاعبين كان جيل مر بفترات صعبة، استضفنا عفروتو، شكري، شهاب، هشام بيلعب في الإسماعيلي، حسام عاشور حاليا طبعا من اللعيبة اللي كانت ليها تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي، لعيبة سطرت تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي في السنوات السابقة. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله يتجدد اللقاء في برنامج الترند، شكرا وإلى اللقاء.